بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم طبعا حبينا نظهر اليوم داخل بلدية البيضاء لتوضيح بعض الأمور ما يخص القرود. طبعا باختصار شديد، نحن طبعا شكلنا لجنة في بداية القرود وعطيناهم مهامهم وقلنا لهم كل لجنة لابد تقوم بمهامها المناطة به، وبدأوا يشتغلوا اللجان، سواء لجنة الإدخال، سواء لجنة الزيارات، سواء لجنة جميع اللجنة عموما كلها تشتغل، وحقينا شغل كبير بكل. فعموما نحن طبعا اشتغلنا وكلفنا بها لجنة، وبدأوا يشتغلوا ما يخص لجنة القروض. اللي اتضح بأن بعد ما طلع القروض طبعا كنا نتوقع بأن في كشف كان طالع يقولوا مزور، ولكن الحقيقة أنه طلع كشف حقيقي نفس الكشف، وطلع أنه في شيء ما هوش صحيح من داخل البلدية. اللي أنا أقول لك، أنا عميد بلدية وأنا مسؤول على الكلام، ولكن ليس مسؤول على التصرفات. فلذلك يعني نحن كبلدية لابد نحق الحق. نحن قلنا لابد القروض هذه اللي موجهة من حكومة الوحدة الوطنية لابد أنها توصل المستفيدين، الناس اللي يستحقوا هذه الأمانة الأولى اللي قلت لهم في أول اجتماع. قلنا لهم لابد توصل لمن يستحق السكن ومن يستحق القرض. هذا أما محاباة وفلان وعلان وعت فلان وأسامي فلان ويطلع فلان، هذا كلام غير صحيح، نحن ما نش موافقين عليه. اللي نحن زي ما نقوله بالعربي، اللي دي حفرة سدة براسه، اللي دار الشيء ظاهي تو يتحمل مسؤولية، ونحن تو نشكله لجنة ما يخص التحقيق وما يخص البرنامج هذا. ولكن نحن كإجراء دولة، هذا بجانب اللي يخص البلدية، نحن تو نشكله لجنة التحقيق ونشوف الموضوع هذا كامل ما يخص القروض. وايضا نحن وجهنا كتاب تو نقرا عليكم، كتاب موجه للسيد رئيس الوحده حكومه الوحده الوطنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الساده المحترمون، معالي رئيس مجلس الوزراء من حكومه الوحده الوطنيه، وزير الحكم المحلي بحكومه الوحده الوطنيه، وزير الشباب ورئيس اللجنه العليا لمبادره رئيس حكومه الوحده الوطنيه للاسكان الشبابي والاسر المحتاجه المكلف، تحيه طيبه. في الوقت الذي نثمن فيه حرصكم على معالجة مشاكل الشباب والأسر المحتاجة بكافة ربوع الوطن، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الهادفة لمعالجة مشاكل السكن ولم شمل الأسر الليبية التي تعاني من عدم توفير السكن الذي يحفظ كرامة المواطن الليبي. هذه المبادرة التي كان لها الأثر الكبير والإيجابي الكبير لدى كافة شرائح المجتمع، وحيث أن بلدية البيضاء من ضمن البلديات المستهدفة بهذه المبادرة، وقامت بتشكيل لجنة فرعية تخص بدراسة أوضاع كافة المتقدمين للحصول على هذه القروض. إلا أننا فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين منهم ببلدية البيضاء بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا، مما أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية البيضاء عليه، وتقديرا للمصلحة العامة ولضمان وصول هذه القروض إلى مستحقيها، نعلمكم بأن المجلس البلدي البيضاء قد قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية ببلدية البيضاء وعرضه مجددا لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة تحت إشرافنا المباشر، مع ضمان الحقوق لمن انطبقت عليه الشروط ويستحقون هذه القروض ممن وردت أسماءهم بالقروض المعلن عنها من اللجنة العليا. ختاما، نأمل منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية البيضاء وإعادته إلينا، تمهيدا لإتمام إجراءات إعادة التقييم، وذلك الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي ببلدية البيضاء. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.